فن بلدي هالمرة سبيشل. اليوم فن بلدي سبيشل من الناصري، بالتحديد مطعم تشرين. رح ألتي مع فنانة مثابرة تشتغل على حالة كتير، مع كل خطوة في إصدار جديد، لحن بيشبه شخصيتها وأغنية بتعلق معنا. مش مثل الكل أنا حبي، طريق القمر درب الصابي، شوق وغير هدفه وبار، راح تتعب تاكلك قلبي. أغنية مش مثل الكل وصلت لعدد مشاهدات كبير على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر اللبناني عصام دمج، توزيع داود إبراهيم، ومن ألحان وغناء الفنانة بنت الريني جارتنا رنا برانسي. رنا لحنت كمان أغلب أغنياتها، مثل كل شي بالعكس، كتب الشاعر أدهم سلوم، ومن توزيع زاهر ديب. كل شي عم يمشي بالعكس، أوقات مثل أبر شخص من فكت إنه راح يبقى بفل ومن حسبنا. طيب مش من زمان على فكرة كتبت ولحنت وغنت حبيت أنا حبيت، صورت فيديو كليب، وهون بلشنا نحس في هوية في الألحان اللي بتقدمها رنا برانسي. حبيت أنا حبيت، والحب شو تمنيت، شريك حياة وبيت أنا حلمت ولقيت ولقيت. ولما اختارت رنا تأخذ من كلمات وألحان من الفنان تميم أبو دقش، غنت انت خسرت. انت اختريت تبعد ولما رنا برانسي قررت تكتب وتلحن وتغني لأختها بيوم عرسها، بصراحة قدرت تأثر بالكل. شو كنت تقولي لي، ضلك غني لي، تسمع صوتك وأحس دقة قلبي وبس، أغفى وأنا مرتاحة وبلا كل. أجا الوقت ومن مطعم تشرين قلتي بجارتي رنا برانسي مع فنجان قهوة ودردشة حلوة. مرحبا يا رنا. يا أهلا. أول شي شكرا إنك جيتي، وحبيت أسألك هيك في البداية، أنت نشأت بين عائلة فنية وموسيقية، وأول سؤال هيك بخطر في البال، مين اكتشف صوتك؟ اللي اكتشف صوتي هو مش أهلي، مع إنه أنا اكتسبت الموهبة هاي من أم وأبوي. هذا الإشي بلش بجوقة المدرسة، جوقة رنين النغم اللي أنا طلعت منها من قيادة أستاذ سامر خشبون ومعلم علا فراج، بوجه لهم تحية. وكانت أول حدا بكتشفني هو معلم علا. حلو، طب هيك رجعتين لأيامات المدرسة، كان عمرك 7 سنين صح؟ مظبوط. هي كانت بكنيسة، كانت بالترانيم بال2007، يعني بتعرف الميلاد وقتها. حلو. فأول إشي رتلته هو ترتيلة روح زورهم ببيتهم للست فيروز. حلو كتير، حلو كتير. كيف كان شعورك وقتها؟ يعني متذكر كيف كان شعورك إنه توقفي قدام الناس قدام الأهالي في الكنيسة؟ يعني أنا بتخيل إنه كان شعور حلو. لما بحضر الفيديو كمان مرة برجع هيك بشوف حالي وأنا صغيرة، كيف حتى وأنا أرتل كنت قاعدة أهز براسي وبس أشوف أهلي. حتى في مرة شوحت لهن يعني مبينة بالفيديو هاي من كثرة انفعالي، بتعرف. حلو. يعني 7 سنين شو دي يطلع من بنت مش عارفة حالها شو عم تعمل غير انها عم بترتل وبتحس وبتصلي. طيب اسمعي، هات نرجع هيك افوتك على آلة الزمن يعني. ونرجع للستينات سبعينات او الثمانينات، اختاري اي حقبة زمنية واختاري فنان او فنانة كنت بتحبي هيك تمشي بنفس المسيرة الفنية تبعتهن، مين كنت بتختاري؟ شوف أنا عندي يعني أكتر 2 مميزين هن وديع الصافي والست فيروز، فأنا هيك باخد خليط ودمج منهن من الإحساس والأداء والأغاني. طيب إذا هيك بقولك تختاري حدا منهن وتغني. بغني لوديع الصافي. رح حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرج
وجحك ما زرقت النسمات. بتطير يا عصفور عكوخ من وزال، غويال سقف وزهور مفروش بالعنبر، حب الندي الأخضر دني ظلال ظلال دني ظلال ظلال. رنا، جزء من أغنياتك الخاصة مش بس من ألحانك كمان كلماتك، والسؤال هيك لما بتكتب أغنية لإلك هي بالضرورة بتعبر عن شخصيتك أو ممكن تعبر عن فكرة أنت فكرت فيها أو قصة أنت هيك حابة تكتب عنها، كيف تختاري كلمات لما بتكتب لإلك؟ يعني عندي كتير كتابات لإلي، هيك لما بكون بمزاج حلو أو سيء بفوت على أوضتي وبمسك القلم وبكتب، بعرف شو بكتب بس بكتب. يعني مرات بكون بمود سيء بس بكتب إشي حلو وحب وغرام بعرفش كيف، فأنا لما هيك بفوت وبدي أكتب مرات بطلع الإشي معي بشكل عفوي. يعني فيك أكتر من شغلة كتبتها كنت قاعدة أنا بالصالون بين أهلي وهيك بعرفش أجت جملة عراسي عن أي موضوع معين ففتت وكتبتها. بس عادة يعني مش عن جد بفكر بشو بدي أكتب، إنما ممكن أقول يلا أنا استجع بالي حب أو مثلا في أنا اللي ذكرتها هالبنوت الحلوة هاي مثلا، لا هون أنا عندي قصة معينة أنا بدي أحكي عنها اللي هي بنت عم تتجوز عم تترك أهلها، أهلها حنين عليها عم بيبكوا وكل هاي الأمور. حلو. فغالبا مش عن جد بيكون كل إشي إحنا بنكتبه بيعبر عنا إلا ما يكون إشي بيشبهنا أكيد، بس مش شرط إنه يكون هو بيحكي عن شخصيتنا أو بيحكي عن قصة إحنا عشناها. حلو. طيب يعني أرقام المشاهدات على السوشيال ميديا مش دائما حقيقية وممكن تكون حقيقية على فكرة، بس إنه المهم إنه هي في لها أهمية كتير كبيرة. قديش لها وزن في اختياراتك أنت لما بتختار تغني كفرز أو بتختار تغني أغنية جديدة سينجل إلك جديد؟ هي بعالمنا اليوم للأسف هي إشي أساسي، بس أنا كرنا بتطلع عليها كمجرد أرقام صراحة. لأنه بالآخر أنا عم ببني إلي تعال نقول أرشيف، فكان أغاني كان حتى بالكوفرز حتى بأي عمل أنا بعمله، هذا الإشي الناس لما تشوفه بتطلع على الجودة. أوكي اليوم إحنا بعالم بتطلع على الأرقام، بس أنا بالآخر كمان الأرقام هي مرات عم تيجي بسرعة لبعض الأشخاص المعينين، فلما بتيجي بسرعة أنا بآمن إنها هي رح تنزل بسرعة. وأنا أوكي أنا أول ما طلعت بنيت أرقام وعملت أرقام وحققت ملايين المشاهدات. صحيح، أنا شفت كمان في اليوتيوب عندك على الشانل في أرقام كتير كبيرة لأغاني معينة. السؤال إذا أنت حطيت هذا الإشي أساسي أو مش أساسي لأعمالك؟ أقول لك مش أساسي، هقول لك ليه. لأنه أنا أول ما طلعت أنا عملت كتير كوفرز حققوا ملايين المشاهدات، للأسف كانوا بصفحتي باليوتيوب وانسرقت فالرقم راح. بس أنا لما بفوت على الإنستغرام الناس بتسألني عن الغناني والكفرز اللي انمحوا عن اليوتيوب، ولما حتى بشوف في مرات ناس بتعمل فيديوز من بالغرام مثلا الرقم راح، مين ضل؟ ضل الأغنية، ضل الصوت. صحيح. فهذا الإشي بالنسبة إلي أهم بكتير. وأنا عم ببحث هيك وأحضر اللقاء لقيت لأصابك عشقون اللي بصوتك كتير فيرجنز يعني موجودة على اليوتيوب، هذا بزعجك ولا بقول يعني على الأقل بتحسي بالانتشار أكتر إنه أنت موجودة بكذا محل في كذا موقع في كذا تشانل؟ هذا الإشي كتير ببسطني بحال إنه معروف مين اللي عم بتغني. مثلا في صفحات بتنشر هذا الفيرجن الاسم من أصابك عشق، بنشره صورتي بنشره أنا، ومثلا كان معي كمان الموسيقى داود إبراهيم بوجه له ألف تحية. بس مرات في صفحات اللي هي بتكون ناشرة مثلا بس الصوت، فالناس بتعرفش مين الصوت. بس برجع بقول يعني كل إشي له وقته، حتى لو هذا الإشي إسا ممكن مش معروف مين اللي عم تغني لقدام، إلا ما يجي اليوم يعرفوا أنه مثلا رنا برانسي هي اللي عم تغني بالغرام أو أصابك عشق أو أيا كان. طيب وأنا هيك عم بحضر اللقاء كمان سمعتك بتغني ورق الأصفر شهر أيلول. صحيح. من الألحان طبعا الفنان اللبناني فيليمون وهبي اللي له بصمة واضحة يعني في أغاني مع الرحابني ومع فيروز ومع كتير فنانين من لبنان بالذات، رح نسمع مقطع منها ونرجع.
رجع أيلول وانت بعيد بغيمي حزين قمرها وحيد. رجع أيلول وانت بعيد بغيمي حزين قمرها وحيد. رجع هذا المقطع كان من حفل تخريج اللقب الأول في الموسيقى في أكاديمية القدس، صحيح؟ مزبوط. طيب وبما أنه هيك عم نحكي على الألحان، أنت بشكل عام بتحسي أنه الملحن لازم يكون له بصمة في ألحانه؟ خلينا نأخذ مثال الفنان الراحل ملحم بركات، طبعاً هو مش بس فنان بغني وكمان ملحن، كنا نحس في ألحانه في له بصمة، هل هذا إشي بيخدم الملحن والفنان؟ يكون له بصمة يعني كملحن؟ كثير مهم أنه الملحن أو مش بس الملحن، أي فنان كان مغني أو كاتب كثير مهم أنه يترك بصمة لإله. ليه؟ مثلا أنت هيك ذكرت ملحم بركات الفنان الراحل، إحنا إسا لما بنسمع أي أغنية دغري منميز أنه هاي ملحم بركات. إن كان كمان مثلا لما بنسمع لوردة أو أم كلثوم، إن كان لحن لهن مثلا بليغ حمدي، إحنا أول ما نسمع هدول الأغاني نقول هاي مثلا ألحان الفنان بليغ حمدي. كتير مهم إنه يترك إله بصمة، لأنه بالذات اليوم لما كل الألحان صارت عم تشبه بعض بشي مرحلة، صارت عم تتغنى بنفس الطريقة، فلا هون حتى أي حدا بده يجي لحن بده يفكر بفكرة غير. وأهم إشي إنه يحافظ على نفس الطابع بكل الألحان، أكيد ما تكونش إنها تشبه بعض، بس روحه وإحساسه وتعي نقول الإشي اللي بيميزه يكون موجود بكل لحن هو بلحنه. فهذا إشي كتير مهم، حتى لما حدا يجي يسمعه يقول مثلا مثلا إلياس لحن هاي وهاي وهاي، هذا إشي كتير مهم. طيب هيك رنا برانسي بالسيارة لحالها طالع مشوار وبعيد شوي، بدها إشي على طريق تسلطن فيه، شو بتغني؟ هو الصراحة أنا كتير بغني، يعني عندك ميكس أغاني، بغني هاي الغناية بقطشها وغني التانية التالتة، ما فيش عندي واحدة مشرب تعمل بالضبط مشرب مش معروف أصله من وين. بس مثلا إسا بالفترة الأخيرة معلقة كتير على أغنية مش تسلطن، هي أغنية كتير إحساس اسمها بنت أبويا، فهيك كتير معلقة براسي. بيقولوا لي اللي شافوكي كتير لقوكي بنت أبوكي، ده في سلامه واهتمامه، يا بختي قالوا بنت أبويا يا سلام. الله عليكي. طيب يعني مثل ما سمعنا في المقدمة كان لك تعاونات كمان مع فنانين بلادنا مثل أدهم سلوم، كارم مطر، تميم أبو دقش، كمان أسماء كتير عديدة، داود إبراهيم طبعا. وسؤالي إلك، هل أنت بتحسي بدورك أنه أنت كفنانة مغنية إلك دور في صناعة الأغاني والموسيقى في بلادنا أنه توصليها أكتر لبرا؟ كتير بحاول، كتير 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 بحاول من أول ما أنا بلشت أعمل أول أغنية لإلي، بالذات إنه كان الاشتراك مع فنان من لبنان عدد كبير كمان بالزبط، فكتير اهتميت إنه حلو مش بس أنا بشتغل من هون، أنا كمان بشتغل مع أشخاص من برا، لأنه كتير مهم إنه أنا أوصل فني للأشخاص هون ولا برا. الإنتاجات اللي إحنا بنعملها إنتاجات كتير حلوة، اليوم صرنا عم ننتج أعمال موسيقية بشكل كتير كبير وبجودة كتير عالية ومش أقل من أي جودة تانية. بالضبط بالضبط هيك. فإحنا اليوم دائما بيقولوا فنانين يعني من عالم العربي وبرا، فلا إحنا هون اليوم عم نصنع فن بكتير يمكن جودة أحلى وأعلى. فكتير مهم إن أنا أوصل هذا الإنتاج، دوري إنه أوصل صوتي
عن طريق الإنتاج اللي أنا بعمله بظل الظروف الصعبة اللي إحنا موجودين فيها. صحيح. بعدم وجود حدا ينتج لإلك. صحيح. طبعاً الأشخاص اللي أنا تعاملت معاهم كمان كان لهم دور كبير بهذا الإنتاج. طبعاً يعني بوجه لهم تحية خاصة كل اللي أنت ذكرتهن. وإن شاء الله نكمل بهذا الإنتاج وما نيأسش. يعني هوية الفن البلدي عنا إن شاء الله رح توصل للعالمية. إن شاء الله يا رب. يعني بوجود صوتك أنت كمان وأصوات فنانين بلادنا شكرا. كمان كلهن. أكيد. طيب رنا، وقبل النهاية هيك نجرب نعمل تحدي صغير. بدنا نسمع ماتش أب بصوتك بين أغنيتين أنت بتختاريهن، إنجليزي وعربي. يلا، بما أنه هيك أنا غنيت من قبل هذا الماتش أب، غنيت ثلاث أغاني، بدمج أغنية أحبك لحسين الجسمي وبروكن إنجل. حبيبي تدريش اللي فيك، غيابك حيل تعبني، أحسك طرت من إيدي كده فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس بقربي وناطر جيتك للحين. فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وانا نادر ان علي ابقى احبك لين يوم الدين. I'm so lonely broken angel، I'm so lonely listen to my heart، what a lonely broken angel، come and save me before I fall apart. أول شيء شكرا لك، شكرا لك إنه شرفتيني في مطعم تشرين، عم نطلع على الناصر الحلوة. من هون استمتعت معك أنا وأنا أكثر، كانت دردشة حلوة وشربنا فنجان قهوة زاكي. أكيد طبعا أهم إشي الجلسة بتجنن في تشرين، فحبيت أشكرك بنيابة عن برنامج دردشة أغني وعن زميلي ناصر طه، إلك منا كل التحيات وشكرا كتير لتواجدي. شكرا كتير إلك إلياس على الاستضافة الحلوة، على هاي الدردشة الحلوة هيك، وعلى التركيز على كل هاي الأمور الحلوة بأعمالي، وشكرا لراديو الناس، شكرا لإلك، وإن شاء الله هيك منها لأكثر. بديك وقلبي مستغني، هيدا طبعي ما تزعل مني. بديك وقلبي مستغني، هيدا طبعي ما تزعل مني. بحبك كتير كتير قد الدنيا، وعبشي مرة تزعلني، مش متل الكل أنا حبي، طريق القمر دربه صعبي، شوكه وغير هدفه وبر، راح تتعب تاكلك
شافت حال مثل بالزمان قلال. ما فيك تبعد عني محال، ما فيك تبعد عني محال. انت ببالي كل الوقت، مش كش عالبالي بينقال. مش مثل الكل انا، انا حبي طريق القمر درب الصافي، شوق وار هدفه وبار، راح تتعب تملك قلبي. مش مثل الكل